السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام إنجينير. دائما مع دورة لغة البرمجة سي، ودائما مع لي فيشي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفو كومو إكخير، هذا المرة ماشي دوبل ولكن فيغ ان فلو بينير، ماشي ان فيشي تكست، تقريبا لا ميم شوز كو دو تكسي دو تكست او لا دو فيشي تكست، يعني ماشي شي فرق كبير، تقريبا كنخدموا ميم فونكسيون لي ميم فونكسيون. المهم غادي نشوفوا كيفاش. دونك كوم بور لي فلو دو تيكست، دونك راه بوسيبل انك تستخدم بوت سي و اف بوت سي بور لي كاركتر. دونك الفرق اللي كاين هو قالك سيدي في لوكا ديال واحد الفلو بينير، هاد لي فونكسيون هادو كيكتبو لينا واحد المولتي بلاي، وهاد المولتي بلاي يعني كيتكتب سو فورم ديال واحد لونتي، وهداك لونتي كيتحول لانساين تشار. بيان سور لي زون لي كاركتير عارفين بانهم راهم بوزيتيف ماشي نيجاتيف، داكشي علاش كنقولو انساين، يعني كاركتير بوزيتيف. وحنا عارفين بان لي كاركتير عندهم علاقه بالكود اسكي، داكشي علاش كيكون في الكود اسكي كنرمزو لكل كاركتير بواحد العدد. دونك الا بغينا نكتبو هاد المره ان سويت دو ميلتيبلي، يعني بحال بغينا نقولو سترينغ، عندنا واحد الفونكسيون سميتها اف رايت. دونك هاد فونكسيون اف رايت تتكتب لينا واحد طابلو، كما كنعرفو حنا الطابلو راه بحال بغينا نقولو راه بوانتور، لحقاش راه ريفيرونسي باغ لو بخومي ايليمون ديالو. دونك هادشي ديجا عارفينو في لي طابلو، دونك ما غاديش تلقاو فيه مشكل. ومن بعد كيروتور لينا واحد الفالور كتساوي لنا كما كتلاحظو هنا لا فونكسيون سايز تي اف رايت، كتروتور لينا واحد لا فالور كتساوي عدد لي ميلتيبلي لي فيه، اولا نقدروا نقولوا عدد لي كاركتر. ميلتيبلي تقدر تقول بانه كاركتر بصفه عامه. في النهايه هي اي روتورن اون فالور ايغال ا نومبر اون كاد سوكسي اي اون فالور انفيريور اون كاد ديشي. دونك الا كان داز داكشي مزيان راه كتروتورني لك لا فالور ديال لي كاركتر لي مكتوبين اولا ديال لي ميلتيبلي، سينو كترو الى روتورنات عدد قل منهم راه بقى عندك شي مشكل. دونك كنشوفو واحد ليكزومبل لي غادي يكتب لينا في واحد الطابلو في واحد الفيشي بينير بوان بين، يعني فاش كنهضرو على فلو بينير اولا فيشي بينير راه كنهضرو على بوان بي بوان بين، فاش كنهضرو على فلو دو تيكست كنهضرو على بوان تي اكس تي. دونك نشوفو ليكزومبل باش نفهمو. ليكزومبل هو هذا، نكوبيوه نسبريميو هادشي نديرو كولي هنايا. دونك عندنا واحد طابلو كما كنشوفو فيه واحد جوج تلاتة ربعة خمسة دو سانك إيليمون، وفيه من لو ا حتى لو 5 ايليمون. هنايا درنا واحد الكونستانت سايز تي دو ان تتساوي لنا سايز اوف طاب، يعني لا طاي ديال الطابلو مقسومه على سايز اوف طاب دو زيرو. علاش هنا درنا مقسومه؟ لان السايز ديال الطاب كامل هي فلوكا ديال سيستيم 64 بيت، كل اونتي يحتاج ياخذ لنا 4 ديال كل اونتي ياخذ 4 ديال لي زوكتي، يعني 4 في 5 هي 20، ونقسمو على الطاي ديال اوكتي. دونك 20 مقسومة على 5 هي 4، دونك هاد ان هاد الكونستانت ان غتكون كتساوي لنا 4. هنا انكريو واحد فيشي واحد الاولى واحد البوانتو اف بي دو تايب فايل، ونقول يا سيدي اف اوبن هاد الفيشي بينير بوان بين، وهنا عطينا دوبل في بي.
موان فين كنديرو غير ار ولا دوبل في بالنسبه اللي فيه شي تيكست، بما ان هذا فلي بينير كنزيدو هاد بي هادي، تقدر تلقى ار بي دوبل في بي ولا ا بي على حساب. بيان سور بليس هي كتبقى فالابل بحال دوبل في بليس كتولي دوبل في بي بليس، دونك هادشي كله كيبقى فالابل اللي عرفنا، غير كنزيدو هاد بي ديال فيشي بينير. دونك نفس الشيء كنديرو لي كونديسيون ديالنا، الا كان البوانتور نول يعني ادير لنا لافيشاج ديال واحد ليرور، وادير اكزيت سينو ما كاين سينو يعني دوز. درنا اف وحده اخرى، قلنا له سيدي اتشد، عطيناه البرومير ادريس ديال، لاحظوا شحال من بارامتر كنعطيو لهاد الفونكسيون اف رايت، خدينا الادريس ديال برومي اليمون وقلنا ليه تاخذ، عطيناه السايز اللي هي سايز اوف تاب دو زيرو، بيان سور هي تاب ديال انت، عطيناه في تروازيام بارامتر هاد الكونستانت اللي هي 4، وعطيناه الفيشي فين غادي يكتب لنا، قلنا ليه مح الا كان ديفيرون دي ان، يعني لا فالور روتورني ديفيرون دي ان، روتورني لنا ايرور. يعني هنا كنفيريفيو الا روتورنات لنا هاد الفونكسيون اف رايت يعني واحد العدد ديفيرون ديال هاد الكونستانت هادي، يعني راه يكون عندي ايرور، سينو صافي راه داز كلشي مزيان. من بعد قلنا ليه اف كلوز، سد لينا هاد الفايل اللي فتحنا اولا هاد لو فلي اللي فتحنا في هاد الفيشي اللي صاوبنا فيشي بينير. دونك نرجعو لهادي اللي قبل، دابا ملي شفناها عاد غادي نفهمو، كتاخد لنا واحد الربعة ديال لي باغاميتر. لاحظو كنعطيوها البوانتور اللي قلنا هو البرومي إيليمون ديال الطابلو، يعني كنعطيوها لادريس ديال الطابلو، كنعطيوها لاطاي، لاطاي ديال يعني طاي ديال من ديال انت ديال على حساب. هنا عطيناها طاي ديال فين هي، هنا نديرو هادي باينة اكثر كبيرة، هنا عطيناها السايز ديال اوف تاب مقسوم على سايز اوف تاب دو زيرو، يعني تاخذ لينا كات اونتي. نقدرو هنا نجيو نديرو واحد برينت اف غير باش نشوفو لا فالور ديال ان دي، هنا نعطيوه ان، ديرو ليكزيكيسيون، نتمنو ما يكون حتى شي ايرور. انت طابدو 5، يعني هنا عندنا الطابلو فيه 5 ديال لي زيليم، 1 2 3 4 5، وهنايا هاد الكونستانت شنو يكون فيها سايز اوف تاب، سايز اوف تاب 5 × 4 هي 20، 20 مقسومة على 4 هي خصها افيشي لنا 5، يعني 5 هما 5 ديال لي زيليمو. نشوفو واش داكشي اللي تعطيني، كما كتلاحظو هي افيشات ليا 5. دونك بما ان روتورنات ليا في داك الفيشي بينير لي زيليمو، هاد اف رايت روتورنات ليا نفس لي زيلي نفس العدد ديال لي زيليمو اللي عندي، يعني راه هادشي اللي عندي في الطابلو راه تحط في هاد الفيشي بينير. سينو كو روتورنات ليا غير 4 ولا 3 ولا هادي، يعني راه يكون عندي ايرور، كان يتافيش ليا شي ايرور من هادو. بما ان كلشي داز بخير راه ما افيشات ليا حتى شي ايرور. هذا هو كيفاش كنتعاملوا مع لي فيشي بينير. الا بغينا يعني هذيك اكريغ فيغ، يعني كنكتبو فيشي بينير ماشي كناخذو منو لي دوني، حنا كنكتبو فيه اف رايت بيان سور باينه من اف رايت، اف رايت اون لونغلي اولا اف رايت هي فاير رايت، يعني اكريغ دون لو فيشي اولا هاد لو فلي بينير. وها هي هنا خدمنا بدوبل في بي ماشي بدوبل في، لانه في فلو بينير ماشي فلو دو تكست اولا فلو نورمال. دونك نشوفكم في الفيديو الجاي، غنشوفو كيفاش هاد المرة نقراو ماشي نكتبو فيه، وإنما ليكتور، شوفو كيفاش نقراو من واحد الفيشي بينير، أولا خليها نديروها في هاد الفيديو النيت.
باش بلا ما نطولو بزاف. دونك نفس الشيء باش نقراو ان ملتي بلاي كنخدمو لي فونكسيون جيت سي ولا اف جيت سي. نفس الشيء داكشي اللي كتعرفو راه هو اللي كاين. الفرق فقط انها كتحول لينا هاد لي زونتي اولا هاد العكس هاد المره لي انسايند شار اللي كيكونوا مكتوبين هادوك لي يعني لي الكود. مثلا عندنا في لوكا فاش كنكتبوا في الفيشي بينير كناخذوا قلنا لونتي وكيتحول سولون الكود اسكي وتكتب لنا داك الكاركتر مثلا سي. في لوكا فاش كتبغي تقرا منه كياخذ داك الكاركتر سي وكيتكونفيرت لونتي وكيتافيش لنا لونتي هاد المره العكس ماشي بحال لوطغ فوا. نشوف هنايا نفتحو نشوف الفيشي بينير اللي تكريا لينا واخا راه ما عندناش الحق اننا كنظنش يمكن لينا نفتحوه. جو بونس با هو هذا شنو سميه اش جي كنعطي شي سميات عجيبه. اش جي هو هذا هو البروجي فاش خدامين. دونك ها هو الفيشي بينير ديالنا اللي تكتب ها هو بينير بوان بي بوان بين باردون. نشوف نحاول نفتحو لي بغا يتفتح ليا ب اوبن ويز يبغى يتفتح ليا ب فين هو نوت باد نو. دونك ما كيتقراش بالنوت باد. يعني الحل الوحيد هو اننا نقراوه بلي فونكسيون. عندنا هاد المره الفونكسيون اللي تقرا لينا هاد الكود هادي هي اف ريد. الاخرى اف رايت هادي اف ريد حتى هي كتاخذ 4 ديال لي بارامتر. كتاخذ البرومي ايليمون ديال اولا برومي ادريس ديال داك الطابلو اللي تقرا طاي ديال هذاك لو ديال يعني داك على حساب لونتي واش واش كاركتير ولا شنو هو. وهنايا لو نومبر ديال لي زيليمون وهنا كنعطيو هذاك لو فيشي لا تقرا منه. دونك قالك سيدي لا فونكسيون اف ريد الى انفيرس دو لا فونكسيون اف رايت. دونك داكشي اللي ديجا شرحت لكم انها كتاخذ هاد المره كتاخذ داك الكاركتير وكتحولو لنا الانت ورايت العكس كتاخذ يعني الانت وكتحولو لنا الشار باش انها كتحطو داك الكاركتير كتحطو في داك الفيشي بينير. دونك كنشوفو ليكزومبل جمعت كلشي في لي سلايد يعني باش حتى من بعد فاش نبارطاجي معكم لو كور تلقاو فيه كلشي موجود اللي بغى يفهم ماشي بحال لي فيديو الاولى يعني كنت كنشرح تقريبا من راسي يعني لي سلايد كنت كندير فيهم غير لي ديفينيسيون داكشي. وطبعا هادشي كله غير نزول عند الرغبه ديالكم لان بزاف ديال الاصدقاء بغاو هاد طلبوا مني هاد سميتو هاد الفيشي هذا اللي خدام به قالك بارطاجي معنا عافاك البي دي اف ديالو. قلت لهم ان شاء الله خليوني حتى نكملو بيان سيو دابا راه قريب يكمل نبقى والو ان شاء الله نبارطاجيه معاكم. هاد الاشهار اللي طالع لي هنا لتحت ديال فري كود كامب .org يعني اللي بغى يستافد عندهم تاشين في اليوتيوب يعني ناس واعرين يعني شي حاجه الهربه بني. وكاين خصك تكون كتميتريزي لونغلي الا بغيتي تتبع معاهم خصك تكون عندك مع لونغلي. المهم نرجعوا لموضوعنا دابا فهمتوا نفس الشيء. عندنا واحد طابلو فيه 5 ديال لي زيليمو عندنا كرينا واحد الفيشي بينير هاد المره راه حدو درنا ار بي ما درناش دوبل في بي اننا بغينا نقراو منه. قلنا لها سيدي الا كان في اف بي باقي كيساوي لنا نول لان هاد الفيشي فاش كيتكريا كي بوينتي فيغ نول الا ما عطيناه حتى شي فالور ما كياخذش لادريس كيبقى نول.
دونك الى داز كلشي مزيان كيروتورني لينا واحد الفالور. الى ما بقاش نول راه غادي يخدم لينا عادي، يعني راه داز كلشي مزيان بقى نول يروتورني لنا هاد ليرور. دونك هنا غنعطيو الفونكسيون ريد. هاد ريد هادي قلنا ليها سيدي عطينا البرومي اليمون ها هو، قلنا ليه الطاب تاخد لا سايز ديال الطاب اوف زيرو ديال برومي اليمون، بما انه عندنا دي زونتي يعني تكون سايز هي 4. هنا ان تساوي لنا 5 ديال لي زيليمون، لان عندنا 5 ديال لي زيليمون. اف بي الا كانت ديفيرون نول ديال ان، يعني الا فيريفا ولقى هنا غير 4 ديال لي زيليمون، هنا ريتورني ليا ايرور انه خصو يلقى في الفيشي بيني خصو يلقى فيه 5، خصهم يدوزو ب5 بهم، الا دوزو غير 4 راه ايرور. من بعد يعني بور ميزيغ سيكوريتي كنكلوزيو اولا كنفيرميو داك بوانتور ديالنا فيغ داك الفلي، يعني كنسدو داك الشومه اللي فتحنا. هنا عندنا واحد الفور، عندنا واحد الانسايند اي، ممكن دير انت اي. هنا درنا انسايند يعني ما يمكنش انها تاخد فالور نيجاتيف. كتمشي لنا محد اي كتمشي لنا من زيرو اصغر قطعا من ان، يعني من زيرو ل 4 بلاس بلاس اي. هاد المره درنا بلاس بلاس اي كنصبغو لانكريمونطاسيون. دونك تن افيشيو هاد لي فالور سولون، هنا درنا او يعني انسايند، ما درناش دي درنا انسايند. دونك نديرو ليكزيكيسيون ديال هاد البروغرام ونشوفو كيفاش غادي يعطينا لافيشاج. نشوف هنا عطيني شي وورنين، ديرو هادي شويه فور لوب ديكلاريشن ار اونلي الاود، واخا ماشي مشكل. نحيدو هادي نديكلاريوها هنايا unsigned. ما قبلش انني انيسياليزي نديكلاريو انيسياليزي في ميم طون، يعني على حساب البروغرام باش خدام. البروغرام ديالي انا ما كي اكسبتيش. لاحظوا انا افيشيت طاب 0 كتساوي 1 طاب 1 كتساوي لنا 2، يعني انا قريت من داك لو فلي ديالي سون بروبليم. واحد الساعه تعلمتي كيفاش تكتب في كلي في فلي بينير باردون، وكيفاش انك تريكوبيري لي دوني منه. دونك واحد النوطة بيان ماشي مهم جيستيون دي زيرور غادي نشوفوها من بعد ان شاء الله. دونك نشوف واحد البتي ريزومي شنو تعلمنا. دونك ليكستونسيون ديال واحد الفيشي راه قلنا بانها يعني سو في بارتي ديال سون نو. مثلا عندي فيشي سميتو وورد بوان دوك، دونك ديك بوان دوك راها عندها علاقة بالاسم ديالو. لي فيشي كيتمانيبيلاو الي ديال لي فلي بيان سور، هادشي عرفناه و هضرنا على الطومبوريزاسيون، يعني كيكون عندنا شي حاجة اللي كتكون غي لوك اولا طومبوغيغ كنخدمو بها اون فوا كنحبس كتمشي طومبوريزاسيون. لي بغا يفهم مزيان يرجع للي فيديو لي قبل. عندنا تروا فلي لي كيم لي ديسپونيبل باش كنخدمو بهم بار ديفو. عندنا الاس تي دي ان والاس تي دي اوت والاس تي دي ار لي خاصه بلي زيرو. اس تي دي ان ديال الانبوت يعني اي دوني كندخلوها، الاوت ديال لافيشاج، وعندنا لي زيرور ديال ثروين اوف ايرورز. عندنا لي فونكسيون اف اوبن كتسمح لينا باش ناسوسيو واحد الفيشي لواحد الفلوي، وفونكسيون اف كلوز كنديرو يعني لافا اولا يعني كنقتلو داك الفلي اللي فتحنا اولا لاسوسياسيون اللي درنا ما بين الفيشي والفلي. لي فونكسيون اف بوت سي و اف بوت و اف برينت اف يعني كيعطيونا باش لا ما باش اننا نكريو دي دوني في الفلي دو تكست. حتى الساعه مزال كنهضروا على الفلي دو تكست. جيت سي و اف جيت و اف سكان اف كيعطيونا لا ما باش اننا نقراو من لي فلي دو تيكست. بيان سور نفس لي فونكسيون تقريبا مع بعض الاختلافات، هما اف بوت سي و بوت سي مع اف رايت. لاحظوا هنايا ماشي اف اوبن وماشي اف كلوز، دونك هنا اف رايت كنكتبو في الفيشي بينير كنكتبو فيه ان او بليزيور ملتيبلي. قلنا ملتيبلي نقدروا نقولو هو كاركتر، اي هو كيكون على شكل ديال اونتي، لانه يعني كيتحول من
من كاركتر الأونتي ومن أونتي الكاركتر على حسب لي فونكس واش إفريت ولا إفريد. إفريد نفس الشيء بحال كنريكيبيريو أو لا كيمكن لينا نديرو لا ليكتور دوبوي واحد لو فلي بينير بيان سور. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي نهضروا على ديتيكسيون دي زيرور اي فان دو فيشي. دونك حتى هاد لا سيكسيون لي بيان سور ما غاديش تلقاوها مشروحه كاع نهائيا في شي شين في يوتيوب ولكن مهمه لذلك كان خصني نديرها. المهم طولنا شويه في هادشي انا عارف بانني هاد لي فيشي وهادشي فيهم شويه تعقيدات من لا بارتي ديال لي بوينتور حتى لي فيشي فيهم بزاف ديال التعقيدات وهما اللي كيدوخوا بنادم. ان شاء الله غادي نخدم معكم فيهم تمارين حتى تفهموهم. انا عارف بان الشرح بوحديتو ديال الكور ما كافيش سيرتو في هاد البارتي يعني ضروري خصنا نهضروا اولا خصنا نخدموا تمارين. ان شاء الله غادي نوجد لكم تمارين مزيانين من لا بارتي ديال لي بوينتور اللي هنا تقدر تكون عامه اما كما كتلاحظوا فيشي ممكن نستخدموا فيه ستريكتور وبيان سور خصني نكون عارف لي بوينتور لان لي فيشي ما يمكنش نخدم بهم الا ما كانش عندي دي بوينتور. يعني هاد لا بارتي كلها مرتبطه خص تكون فاهم لي شين كاركتير كما كتلاحظوا. يعني غنجيب لكم دي تمارين فرونسي مع العربيه دونك دي زيكزيرسيس ان شاء الله اللي هما مزيانين غادي نستافدوا منهم كاملين باذن الله. واللي عنده شي تمارين ولا شي اقتراحات يبارطاجيهم معنا ما فيها باس نحاولوا اننا نحلوهم جميع. المهم نشوفكم في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.